اعمله شير للفيديو. انا حنان ماضي مطربه. انا هشام ماجد. ربي فواز ممثل. انا بدعم حمله عايز مسرح. عايز مسرح. وبدعم حمله هاشتاج عايز مسرح. عايز مسرح. هاشتاج عايز مسرح. انا مع حق الشباب في ان هم ياخدوا كل مكان مهجور ومطروق ينوروه. علي قنديل والكل معاه، لازم نساعده لو مش عايز مسرح. انا عايز ايه؟ في مواهب كتير قوي موجوده مش لاقي مسرح تشتغل عليه، واحنا بنحاول نساعدها عشان نلاقي مسرح. لو انا مش عايز مسرح يبقى انا عايز مكان جمعوا فيه ناس بتضرب مخدرات، بتضرب اي حاجه تانية. في يوم من الايام كان في هانجر زي اللي احنا شايفينه ده، فاضي ما فيهوش اي حاجه، جاء شويه شباب برضو كانوا بيكنسوه ارضيته التراب وقعدوا يعملوا عليه بروفات، لحد ما طلع منهم خالد صالح وخالد الصاوي وصبري فواز واحمد عبد الله وصفي الدين محمود وكل اللي انتوا بتقولوا عليهم فنانين كبار دلوقتي. في مسارح كتير قوي مقفوله مش فاهمه ليه مقفوله ومهجوره. بداوا برضو بفكره انه عايزين مسرح ونشتغل فيه، وخدنا فعلا مسرح زي ده قبل ما يبقى الهناجر بشكلها الفخيم دلوقتي، خدناه هو تراب. لو انا مش عايز مسرح يبقى انا عايز ناس ما بتحلمش، والناس اللي ما بتحلمش ما بتعيش. الناس بس اللي بتحلم هي اللي تقدر تعيش، وهي اللي تقدر تكمل وتخترع وتبدع. من حقها تاخد مسرح في كل الاحوال في كل المجالات، فن او غير فن. البركه في الشباب والحل عند الشباب. انا معاكم وان شاء الله هتنوروا الدنيا في اكتر من مسرح مظلم دلوقتي. علي بيعمل حاجه جميله قوي، ويخلينا نعمل حاجه نقدمها للناس توديهم خطوه لقدام. وعايز مسرح دي لازم ان شاء الله تنشر. اي حد ممكن يبقى عنده مسرح لو ابتدى بنفسه، البيت ده بقى خربان، فاحنا عايزين نرجع نفتحه تاني ونطلع نسخ كلنا على المفاتيح، محدش يبقى معاه المفتاح لوحده. الناس هتشتغل والعجله هتمشي. صباح الفل. ازيك يا عم علي؟ الحمد لله تمام. اهلا بحضرتكم مره اخرى. علي قنديل عايز مسرح. الاول يعني نتعرف على سيادتك. طبعا انا عارفك يعني، بس يعني للي لسه نص اصحابي مش عارفين يا استاذ محمود يعني. والله نص اصحابك. نص اصحابي مش عارفين. انا كنت فاكر التلات ارباع. لا لا، هو نص اصحابي حلو. طب كويس، يبقى تقدمت. انا بشتغل ممثل وستاند اب كوميديان او ناقد ساخر بمعنى اصح. عندي فرقه مسرح اسمها مصر اتنين راكب، بنلف مصر كلها. انا كستاند اب كوميديان بحاول انشر الفن ده في مصر كلها. عملت حوالي 13 محافظه. بتلف ازاي بقى يا استاذ علي؟ بيبقى من خلال مثلا حفله تخرج في جامعه، حفله في نادي. بيبقى ناس بتكلمني على الفيسبوك فبيكلموا المكتب معايا ويظبطوا الدنيا، وننزل نعمل الايفنت ده. الورشه عندي الدفعه الثانيه اتخرج منها ثلاث مواهب بسم الله ما شاء الله عليهم، طه سوقي وبدر نور وشاب العشري. بحاول قدر الامكان ان هم يبقوا معايا في رحلتي، بينزلوا معايا مثلا السويس، اسماعيليه، كل المحافظات اللي بحاول انزلها. غير فرقه المسرح. مين اللي بينفق على الرحلات دي؟ لا، هي بتبقى حاجه ذاتيه شويه، ان الناس بتنظم ايفنت بتذاكر وبيشيلوا الحاجات بقى، الاضاءه، الصوت، الايجار، الكلام ده كله. بتبقى يعني بتلموا الليله انتوا مع بعضيكم. لكن في حاجات تانية اجري فيها كويس يعني. انا في الستاند اب كوميدي دلوقتي الحمد لله. طبعا انت يعني كفنان كوميدي ممثل كوميدي يعني. طبعا لا اجري الحمد لله كويس، ولكن هي فكره ان انا ما هو لازم يكون في مكسب، مش شرط يبقى مادي. انا عايز انشر الفن ده، ما يبقاش الناس واخده عنه فكره ان هو قلش وان هو هزار وان انا بحكي اي مواقف وخلاص. لا، لازم اكون بتكلم في موضوع وعندي فلسفه ووجهه نظر ومعلومات موثقه، ما بقولش اي حاجه. فعشان انشر الفن ده بتنازل عن الاجر، لان قشطه كده كده الحمد لله ماشي يعني كويس. كويس، ما هو ده اللي احنا عايزينه، ان انت قشطه معاك حلوه الحمد لله. بس انت مش عايش لوحدك، فلازم تمد ايدك على الناس اللي حواليك، تساعدهم وتساعدوا بعض وتعملوا حاجه. لا، واضح ان في سوء تفاهم، هي مش قشطه قوي كده ان انا راكب على اصحابي بقالي فتره. لا يعني ممكن تمشي يعني. لا، الامور ماشيه الحمد لله. ما انتش محتاج تلف البلد كلها عشان يعني عندك سكتك اللي هي بادئه كده بتقول يا هادي. ولكن اللفه دي اولا هي بتعلم جدا، بتعلمني على المستوى الشخصي جدا. كويس. في نفس الوقت الاقاليم والمحافظات اللي متعطشه للفن وعندها يعني البهجه بتاعت الناس اول ما بتطلع الوسط ويستقبلوك ويودعوك عظيمه جدا، وبتعمل طاقه حلوه جدا. ان ده احنا بنشتغل في مسرح مش فيديوز يعني، مش حاجه اونلاين وخلاص. لا، الطاقه والتفاعل اللي بيبقى على الستيج ده مع الناس. طب انت بدات بقى دعوتك ان انا عايز مسرح دي امتى؟ عايز مسرح بدات يوم 21 اكتوبر 2014. 21 اكتوبر. 21 اكتوبر. اشمعنى بقى 21 اكتوبر؟ لا هي جت كده. ولا هي جت كده؟ لا هي جت كده. الفكره ان انا كلمه عايز مسرح بقولها بقالي كتير جدا وبشكل متكرر، يا اما للورشه، يا اما ليا كراجل بيحاول يخرج مسرح، للفريق بتاعي، عايز مسرح للبروفات، عايز مسرح للورشه.
فكلمه عايز مسرح على طول بقولها. في نفس الوقت لما بنزل محافظات لقيت ان هم كمان بيقولوا كلمه عايز مسرح كتير. طبعا ان احنا عايزين مسرح يبقى عندنا. انا عايز مسرح اقدم عليه موهبتي. انا عايز. طب احنا ليه يا جماعه ما عندناش مسارح؟ طب ما في مسارح بس مقفوله او مهجوره او متكسره. طب نعمل ايه؟ ما احنا لازم نتصرف يعني. هو لازم نوصل لحل عشان نحل الازمه دي. فقلت انا عايز مسرح اكون مسؤول عن ادارته، لان فرقتي كل ما بننزل اي محافظه دايما بيكون في كارثه او حاجه خربانه في المكان اللي بنعرض فيه ده، وبنصلحها ونسيبها للمكان ونمشي. يا اما اضاءه، يا اما كهرباء، يا اما نقاشه، يا اما مسرح الخشبه بتاعته مهويه من حته او كده، يا اما كواليس بايظه. فلقيت ان احنا قادرين نعمل ده وبنسيب الحاجات دي وبنمشي. طب ليه ما يبقاش في مكان ناخده من الصفر طالما احنا قادرين نعمل ده ومن غير اي امكانيات ومعايا فريق اكتر من 72 شاب؟ يعني انا طبعا بشكرهم دايما لان هم جدعان ورجاله جدا وعندهم الشغف بتاع موهبتهم. فممكن نقعد 4 أيام أو 5 أيام صاحيين متواصل بنشتغل عشان نعرض في الاخر واحنا ما نمناش، ونعمل عرض هايل ومبهر الحمد لله. الناس بتقول ان المشروع بتاعنا مشروع لطيف يعني. كذا حد بيفهم في المسرح قال ده احتمال يكون ميلاد مدرسه جديده في المسرح. الاعتماد على المزج بين الستاند اب كوميدي والمسرح كان شيء ممتع. رحت عرضت بيعرضهم يوم السبت في عبدين حاجات حلوه قوي. طبعا بس شاركت معاهم مرتين تقريبا. ولكن التجربه بقى لها فتره مش عندها مشاكل، مش كما ينبغي، لان هي بدات مش حره زي الاول. لكن هي الاول كانت ليها طعمها وليها يعني عنفوانها كده، كانت عامله زي الورده اللي بتتقطف. كانت اجمل الاول قبل ما تبقى محكمه ببيروقراطيه او ما يشبه البيروقراطيه شويه. فده دخل لهم مشاكل عقدوها لهم يعني. ما هو البيروقراطيه على فكره يا استاذ محمود من الحاجات اللي نسفت الحركه المسرحيه في مصر على مدار 20 او 30 او 40 سنه. مش المسرحيه ده الحركه اللي خلينا اتكلم في اللي انا ايه طيب اللي انت بتحبه يعني. اللي انا بحبه، لان انا دلوقتي لو انا وحضرتك عملنا فرقه مسرح وعايزين نعمل ناجر اي قصر ثقافه او اي مسرح تابع للدوله، ايه اللي هيتم؟ اطلع بقى امضي من عند الاستاذه فلان وهات لي ختم بيضاوي ولازم يبقى معاكم. مش طب وليه كل ده؟ ليه نفرفض الطاقه بتاعتنا؟ لو احنا حابين الموضوع 100% هيبدا الحب والشغف والطاقه دي تقل نعمله تطلع يعني تتفرفت على سلالم وعلى ورق واختام و وفي الاخر مش هنكسب فلوس بالمناسبه. عشان كده في موهوبين كتير بعد ما بيبدا يقول لك انا كنت بشتغل مسرح زمان وكنا بروح قصر ثقافه، طب ما كملتش ليه؟ يقول لك اكل العيش بقى و عشان مستقبلي. ما هو لان هو ما بيقبضش كويس ما بيكسبش. وفي نفس الوقت عندنا قائمين على المسرح في مصر شايفين ان المسرح ده حاجه تافهه، وشايفين ان هو حاجه مش وقته، وشايفين ان هو احيانا حرام. يعني في ناس لما نروح نكلمه يقول لك يا عم المسرح احيانا تطلع تمثل قدام الناس، تطلع كده تمثل قدام الناس وتضحك وتمثل. طب ليه يا معلم؟ ايه المشكله؟ يقول لك حرام. فاحنا عندنا اول مره اسمع حد المسرح حرام. لا في ده يعني هو ممكن يكون مثلا موجه نظرهم ان في ست مثلا بتبقى لابسه فستان مش ولا بود بتاع ولا ولا هو المسرح كله كده. لا يقول لك لو ده لا ده هو المسرح بربوته يقول لك التمثيل حرام. لا بس ده طبعا مش منتشر بالشكل اللي هو الرهيب يعني، بس رايي موجود يعني. لكن ده موجود طبعا. ده موجود. فعايز مسرح فكرتها باختصار مش ان علي عايز مسرح ليه هو لوحده يشتغل عليه. لا انا بتكلم عن كل مهرجانات الجامعات اللي دايما بتشتكي من الكوسه في المهرجانات عندهم في الجامعه. تعال يا معلم اعرض عندي، كده كده انا عندي مقايسه هندسيه للمكان، مش هطلب منك فلوس، هطلب منك انتوا كام واحد في الفرقه مثلا؟ 15. اوكي هتقولي مثلا 1000 طوبه ب 300 جنيه، هيبقى عندنا 1000 طوبه اتباعت في السوق وسواق نقلها وعمال دخلتها المسرح، وفي نفس الوقت جزء من التشطيبات ده راح من خلال ناس عايزه مسرح برضو، كلنا هنشيلها مع بعض. احنا كلنا شايلينها مع بعض. المهرجانات دي مع الفكره باختصار ان احنا عايزين الصرح ده يبقى اي حد عنده موهبه بيدخل هذا المكان بيلاقي ورشه يقدر يتمرن فيها ويتعلم الموهبه بتاعته، بيلاقي مسرح يقدم موهبته عليه، بيلاقي عصابه كبيره جدا حواليه بتعمل له ماركتنج او تسويق لموهبته دي اونلاين وفي المكان. وطبعا بشكر النجوم الكتير اللي بتدعم الحمله، ان هو ده هيفرق معانا جدا في الماركتنج، بلاك تيما وكايروكي بدون حفظ الالقاب يعني، وحنان ماضي وصبري فواز وهشام ماجد فيروز كراويه وعلي الالفي وحميد الشاعري، يعني في عدد مهول كبير جدا ومش كلهم كلمتهم بصراحه. ان انا كلمت هشام ماجد صبري فواز حنان ماضي عمرو رمزي، الباقيين كلهم فوجئت بان هو الدعم بيجري، وفرق مسرح كتير جدا وكذا فرقه كورال انت جالك دعم من رئاسه الجمهوريه كلموك في التليفون؟ كلموني بالفعل. على ايه؟ كلموني في اليوم ال 60 بالظبط او ال 59 من بدايه الكامبين. كويس. وكانت مكالمه لطيفه، وتحب نشرب عندك ايه بكره؟ نظامك ايه بكره؟ قلت لهم انا عندي حفله في جامعة زويل. قالوا طب ينفع قبل الحفلة تيجي؟ كانوا مهذبين جدا حتى انا قلقت اللي هو تعالى بس قلقت في الاول كده. رحت بالفعل في معادي وشربنا فنجان قهوة مع بعض مع مكتب الرئاسة.
ايه بقى موضوع عايز مسرح يا معلم؟ والله الموضوع 1 2 3 4. طب هيكسب ازاي؟ هيستمر ازاي؟ هيمشي ازاي؟ فلو ان انا معايا ملف 9 ورقات عن كيفيه تشغيل واستثمار هذا المسرح ونشره في مصر كلها، مش ان هو يبقى مجرد انا كنت فاهم كده طبعا ان انت هتعمل عادي مش هتعمل هناك لازم ده لازم يعني لما اعمل مهرجان المحافظات الفرق اللي احنا عملنا معاها كونتاكت في السويس واسماعيليه وكفر الشيخ وطنطا واسكندريه واسوان واسيوط والمنيا وهنا، لما يجوا لي والاقي ان في فرقه مثلا في السويس عامله شو هايل، طب ما تيجي بقى العرض اللي هيعمله عندي ده من المهرجان الربح بتاعه نروح ننتج حفله في السويس نعمل لها دعايه كويسه في المكان، فيبداوا الناس بتوع السويس يعرفوا ان عندهم نجوم بالفعل موجودين عندهم في نفس المدينه، يعني ابناء المحافظه فيها نجوم، فيبدا هم خلاص كملوا انتوا رجاله هنا اللي بعده تعالوا كفر الشيخ تعالوا طنطا تعالوا اسكندريه وكذا والمسرح إيه بيكسب كويس. لا كانوا منبهرين جدا بالموضوع. لا سيبك بالانبهار والحاجات الطيبه دي اتفقت على ايه؟ ما انا بقول كده بتقولي لي ما ينفعش يعني إيه برضو الانبهار ده برضو مش معيار بالنسبه لي، ولكن لا كويس ان انت الرئاسه تكلمك ده كان اكبر جهه في الدوله وتقول لك تعالى اتفضل يا استاذ علي حلو دعوه كويس ده ولا هم متعاونين كويس وبعدين بقى لما نخرج معانا ايه بقى؟ معانا وعد بان احنا نستلم المسرح خلال ايام، حتى لما اتاخروا شويه كلموني تاني قالوا لي احنا بنعتذر لان الموضوع الكلام ده يعني انت قلت 60 يوم يعني الكلام ده حصل في ديسمبر لا كان بعد ديسمبر بشويه يعني مش في يناير لا كانت السنه بدات يعني في يناير قالوا لك بعد ايام لا ديسمبر سوري متاسف ديسمبر. طيب قالوا لك بعد ايام المسرح هيكون معاك حددوا لك مسرح؟ انا محدد مسرح الفردوس اوريدي مختاره اللي في الدراسه ده طيب كنا بنروحه زمان انا كنت بحضر معاه مع محمد هنيدي وصبحي كان اشتغل فيه ده حصل انا دخلت المسرح ده صورته من جوه بالمناسبه قعدت ساعه و40 دقيقه جوه بصور تقريبا المسرح حالته تصعب على الكافر طبعا كانت الفران كلت الكراسي الدنيا متشمله خالص وهيكلف ولكن حلو. ولكن هتمشي هتتظبط يعني فانت طلبت من الرئاسه مسرح الفردوس مسرح الفردوس تحديدا لان هو انسب حاجه للمشروع كويس قالوا لك هنديهولك ولا قالوا لك هندرس الموضوع لا مسرح الفردوس هيكون معاك خلال ايام وبعد فتره حوالي 19 يوم او 20 يوم كلموني تاني قالوا احنا بنعتذر على التاخير ولكن في امور اداريه كتير لازم تتم لان المسرح يعني ملكيه عامه فلازم يبقى ليه تفاصيل تتم اداريه واعتقد ان احنا الاسبوع الجاي ان شاء الله الثلاث او الاربع هيبقى في ميتنج كده نحدد فيه كويس الدنيا المسرح ده بقى انت ان شاء الله تستلمه على اخر يناير اول فبراير اتمنى بكره ان شاء الله يعني زدولك في مارس يبقى كويس يعني لا مش كويس احنا نيجي بقى نقول بقى المسرح ده بقى انت هتبقى مديره ما هو مش هيبقى بتاعك هيبقى انت مديره لانه ملك الدوله تمام وتدير بقى الحركة المسرحية فيه إن شاء الله هيجددهولك بقى وعدوك بتجديده لا أنا الفكرة قائمة على إيه؟ إن المسرح صنعة لها أداة ممتعة واحدة هي الابتكار إزاي إن كل عائق هيقابل هذا المشروع نبتكر وسيلة شرعية وقانونية إن إحنا زي المسرح زي ما بقول لحضرتك إن المسرح ما فيه ديو دراما 2 ممثلين أو مسرح غرفة لأن ما فيش فرقة لأن ما فيش مسرح دايما المسرح بيبتكر ما مش بيمشي على قضبان ومش بيمشي على ورق يعني انت ممكن تعمل مسرح كبير وممكن تعمل 3 مسارح صغيره مثلا مش كده لكن المسرح الكبير ده هيشتغل واول عرض هيتم اعمال التشطيب الاوليه هتتم من خلال عرض مسرحي يعني حضرتك هنبعت لك دعوه ان شاء الله تيجي تحضر في الافتتاح احنا المسرح هنشغله بعد 24 ساعه ايا كانت حالته واحنا دخلنا المسرح وعارفين حالته هيشتغل بعد 24 ساعه المسرح ده لما هيشتغل اول عرض هيتم عليه فرقه مسرح بتمثل قدام حضرتك وبتشطب المسرح قدام حضرتك من خلال حدوته جميله جدا ومبهجه وكلها طاقه وامل وبهجه حضرتك وانت قاعد بتشوف مسرح بيتجدد مش كل شهر ومش كل اسبوع ده كل 30 دقيقه كل 15 دقيقه في حاجه بتتجدد قدامك في المسرح وحواليك الممثلين بيتحركوا حواليك في كل حته وحضرتك نفسك كشخص يعني هتحضر مسرح زي ده او المشروع ده اللي هو عايز مسرح الشباب اللي بدات من الفيسبوك ونزلت الشارع وعملت مسرح في الشارع وبقت تجيب عربيات وتقف عليها وتعمل مهرجانات الناس دي اللي هيحضر لها هم برضو عايزين مسرح هيحب يشارك في الموضوع ده وهتمشي واحده واحده يعني الموضوع مش اللي هو لمسه ولعبه لا بالعكس انت بس نبدا كده يبقى شيء رائع ولسه في اشتراكات ولسه في ورش انت بدات 21 اكتوبر قلت انا عايز مسرح الدنيا مشيت معاك كويس الحمد لله بس ده بفضل ربنا في المقام الاول دي قصه رائعه يعني ودعاء والدتي ووالدي والفريق اللي معايا اللي دايما بشكرهم يعني برضو الواحد لما يسمع غير لما يعني يشوف حضرتك ويسمعك كنت بتتكلم كده حاجه يعني مبهره تحفه انا عايز بس اقول لحضرتك على حاجه ان انا اللي لفت انتباهي واللي اتعلمته من رحلتي في الحمله دي انا اتعلمت كذا حاجه قريت شويه في التسويق وقريت شويه في المونتاج وبدات امارسه على خفيف الفيديو اللي اتعمل ده كنت انا اللي منتجه اتعلمته شويه واتعلمت حاجه مهمه جدا اسمها الباور اوف شير او قوه النشر لان احنا بادئين من النشر على الفيسبوك
ان حضرتك بالاكونت بتاعك بتفتح الفيسبوك تلاقي المشروع فتشيره، تعمل له شير او تنشره عند حضرتك في صفحتك. الموضوع ماشي كده. فبعد ما كنا بنحاول دايما، يعني كنت دايما ليا كلمه كده اللي هو يا جماعه لما تلاقوا حاجه رخيصه او حاجه مش محترمه او حاجه اي كلام او تافهه ما تشيرهاش ما تنشرهاش، حتى لو باب التريقه، لان في ناس بتشير تقول لك بص النبي شوف ما انت بتساهم في نشر. صحيح صحيح. في نفس الوقت هذه القوه انت قادر بيها ان انت تساهم في مشروع مهم زي مسرح يواجه هذا العبث اللي بيتنشر والناس بتختار ده، حتى لو باب التريقه برضو ما ينفعش. يعني في ايكونز دلوقتي، انا ساعات بقول ده يمكن ده لفظ قاسي شويه، اهتمام في حد ذاته هو اهتمام، سواء كنت بتتريق بتشتم بتعمل. صحيح ده حقيقي. احنا لو دخلنا على فيسبوك دلوقتي او دخلنا مثلا على اليوتيوب وكتبنا كلمه فضيحه هنلاقي كميه نتائج كتير جدا. الاهتمامات دي ما ينفعش تبقى هي المميزه لينا كمجتمع، لازم نواجه ده. مفيش هفضل انا بقى كل ما اقعد مع اصحابي على الكافيه وعلى القهوه اقول لهم يا جماعه ما تشيروش يا جماعه ما تشيروش، لا، انا ممكن افكر في وسيله وفي مشروع يقاوم هذا الحاجات اللي مش كويسه دي. وده قوه النشر دي هي اللي قدرت تساهم مع هنلونها، وقدرت تساهم مع منى الحسيني لما كانت عامله مشروع النصبه في وسط البلد وساهمت جدا مع عز مسرح، وبشكر كل واحد صور نفسه يعني بورقه مكتوب عليها عز مسرح دي كانت حاجه، وكل حد عمل توقيع من بتاعنا. اتمنى حضرتك انا عايز اوقع عليها، احنا اتفقنا ان احنا نوقع عليها ان شاء الله. عظيم جدا، اتفضل. انا اشكرك جدا يا علي، ويعني وانا يعني انا من عشاق الشباب اللي بيحترموا الشباب جدا. تسلم. واللي بنفسي طول الوقت يبقى فيه عيال حلوه زي كده. ما تزعلش من كلمه عيال، لا عيال منوره كده. مش عايز اقول لحضرتك يا بنت اصل مصر مليانه الحمد لله، هي دي المشكله. اقول لك مصر ما فيهاش، هما فين؟ هو انت بتدور على حد؟ لا هي فيها، بس دايما عندنا مشكله مع الاختيارات والقرارات. طيب احنا بنختار ايه وبنقرر نتصرف ازاي وامتى، وامتى هنكمل وامتى هنقدر يعني قاتل يا مقتول في الموضوع ده. يعني الموضوع لما بدا ببوست على الفيسبوك غير لما يبدا دلوقتي، غير واحنا بنتكلم مع حضرتك وانا معايا 15,000 عايز مسرح في مصر. طيب ان شاء الله يبقوا 200,000 و300,000. اتمنى تنورنا ان شاء الله في الفتح، بس هتدفع تذكره. ندفع تذكره ودي هديه بسيطه مننا. طيب متشكر جدا يا علي، متشكر جدا، حلوه قوي دي. دي عايز مسرح. طب كويس. ممكن استغل الفرصه اخر حاجه بس في 20 ثانيه كده. كان ناس سالتني انت ليه حاطط صورتك على الحمله مع ان الحمله مسرح بس. بس صدقوني يا جماعه والله الفتره بتاعت بدايه الكامبين حصل ان في ناس كانت عايزه تاخد نفس الفكره وتعملها، فدي كانت فكره من صحابي المستشارين اللي معايا. بس دي انا مش معتبرها صورتك يعني اللي يعتبرها صورتك يبقى حد بيتربص لك يعني. لا ما هي فعلا صورتي، ما انا عارف. بس هي صوره فنيه. ميرسي. دي يعني عبده شكل فني حلو. انا بتاع عايز مسرح. عبده ميلانو صديقي هو اللي صورها، هو اللي عملها. عبده ميلانو ده شاكرين يا عبد، حلو قوي جميله. هو شكله ممثل مصري اللي يشوفها ان انت بتحط صورتك ليه يبقى ده حد بيتربص بيه. صدقني كنا بنحاول نحمي يعني. بس الفكره ان اي فكره محتاجه حمايه. هي انا ما شفتهاش شخص. وبشكر طبعا دكتوره نهير ان هي اللي طبعت لنا يعني او صممت لنا حوالي 500 واحده منهم او اكتر من 500، فالف شكر. هي ماشيه كده ببركه دعوه الوالدين. طيب وبالحبايب. ربنا معاك يا علي، ربنا يوفقك ان شاء الله. شكرا جزيلا حضرتك. هتمضي على التوقيع انت؟ همضي لك طبعا. هو امضي فين انا مش عارف، بس ماشي يعني تحت هنخلص اهو. ممكن تقرا عشان يمكن نعمل لك. لا ما يهمكش حاجه على بياض او بتاع. لا ما يهمكش، احنا بنمضي للشباب على بياض. تسلم حضرتك. لو بتسبورت عايز مصلحه بس احنا في البلد قوي. لا ما تقولش كده. انا هقول لك ان الناس المسؤولين اللي قاعدين على المكاتب يا ريت يدركوا ان مصر مليانه شباب، وشباب زي الفل زي حضرتك. ميرسي. هنا هنتغير لو ما ادركوش ده ومارسوه. يعني رئيس الجمهوريه مشكوره انها عملت كده، ان لو ما ادركوش ده وما عملوش ده مش هنتغير ابدا. هو يعني استاذ صبري فواز في الفيديو قال جمله لطيفه. صحيح. جدا لما صبري ممثل جميل، انا بحبه قوي. ده عايز اقول لحضرتك ان هو من اجدع الناس اللي معانا ودايما على التواصل. ممثل جميل. ممثل جميل جدا. هو قال ان البركه في الشباب والحل دايما عند الشباب سواء في فن او في غير فن. حضرتك لو بتدعم عايز مسرح قول اسمك الثنائي عايز مسرح. الصوره هي صور. طيب فاصل ونلتقي.